انضم الينا الان كابتن عمرو انور المدير الفني لفريق النادي الاهلي و يعني العريس بقى زي ما بيقولوا النهارده. كابتن عمرو مبروك طبعا النهارده 3 نقاط مهمه في بعض الاهداف او بعض الفرص اللي ضاعت، لكن الفريق بيوصل لل18 ضربه جزاء كانت ممكن تحبط الفريق نفسيا، لكن قدرت تتعامل معاها. ورقه رابحه بصراحه، هشام بعد نزوله النهارده غير الماتش تماما. طيب الحمد لله، طبعا بنقول مبروك للعيبه وللجهاز الفني وللاداره. انا قلت لك قبل المباراه، المباراه صعبه، عندنا نقص عددي، بنلعب كل يومين او كل 3 ايام مباراه، وده بان حتى في اخر الشوط الثاني او في اخر المباراه حاله الاجهاد اللي كانت على اللعيبه والتعب اللي ظهرت، لان اللعيبه برضو خلي بالك في حته شد عصبي ونفسي، فده برضو بيأثر على اللعيبه شويه وعلى المجهود بتاعهم. يعني عايز اقول ان هي خطه كانت مهمه ان احنا نعديها، والحمد لله يعني وصلنا للهدف بتاعنا ان احنا ناخد 3 نقط، حافظنا على الفرق ما بيننا وما بين المنافس لينا اللي هو مصر المقاصه. عندنا مباراه كمان يومين، يعني عندنا مباراه يوم السبت. بتمنى حالة الإجهاد والإصابات اللي كانت موجودة في آخر الشوط الثاني دي إن شاء الله إن احنا نقدر نتغلب عليها في اليومين اللي جايين دول، بحيث إن احنا نقدم برضو يعني زي ما بنقول اللي هو بالعدد كامل بتاعنا في المباراة بتروجيت يوم السبت إن شاء الله. البطولات والفوز ودائما في المركز الاول هو دي سمات النادي الاهلي. استلمت المهمه في فتره مؤخره، وبالتاكيد حطيت لنفسك برنامج عشان يظل البرنامج ده او يظل الهدف ده هو الاساسي وهو الموجود. الشغل اللي انت عملته في الفتره اللي فاتت بعد ما استلمت المهمه اتكلمنا عنه، وعايزين نوصل برضو اللي بيتابعنا، لان بالتاكيد هي حاجه مهمه طبعا نقل هذه المباريات خصوصا لقطاع الشباب وقطاع الناشئين. اكيد، لا هو يعني شوف انا هقول لك على حاجه، يعني انا المجموعه اللي انا شغال معاها دلوقتي دي بصراحه يعني سهلت عليا كتير، سهلت عليا في الوقت كتير، يعني يمكن من 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 اسرع الفرق اللي استوعبت الفكر بتاعي والشغل بتاعي في وقت قليل، لان احنا برضو انا جيت على فتره منافسات وعلى مباريات على طول. الفتره يعني كانت الامور بالنسبه لي كويسه، لان كنت بلعب كل اسبوع، فكان عندي فتره ان انت ما بين كل مباراه والتانيه عندك اسبوع بتقدر تشتغل فني وبتقدر تشتغل بدني، بتقدر تطلع حاجات من اللي عندك للفريق بتاعك. الفتره اللي جايه انا هبتدي اعتمد على ال3 اسابيع اللي فاتوا، لان انا زي ما بقول لك احنا عندنا يعني يا دوب بكره هيبقى ريكفري وبعد بكره خفيف عشان نقدر نجهز للمباراه بتاعت يوم السبت. فاللعيبه صراحه انا بكلمك بمنتهى الامانه، اللعيبه استوعبت بسرعه ونفذت بسرعه، وده سهل عليا الامور بشكل كويس جدا. حتى انا النهارده لو الناس تلاحظ، انا يعني كنت معتمد على فكره الاستحواذ في معظم اوقات المباراه علشان حاله الاجهاد اللي عند اللعيبه، مش عايز اللعيبه تجري كتير ومش عايز اللعيبه تجري من غير كوره، علشان عايز اكسب المباراه بتاعت النهارده بتاعت بيراميدز. انا برضو بفكر في المباريات اللي جايه لانها مباريات صعبه ومباريات مهمه، يعني انا حتى في اخر اجتماع ليا مع اللعيبه قلت لهم احنا ان شاء الله عندنا 4 مباريات في 10 ايام، اذا ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نفوز بال12 نقطه دول يعني هيبقوا بنسبه 60% ان احنا هنكون قدرنا ان احنا نوصل للهدف بتاعنا اللي هو احراز اللقب ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن. شكرا كابتن اسامه. بالتاكيد دي كانت كل لقاءاتنا من ملعب المباراه. بالتاكيد مبروك لكل جماهير النادي الاهلي والفريق النادي الاهلي الفوز اليوم. الان اعود اليك، تفضل.